برحب بحضراتكم من جديد. عندنا كلام كتير قوي عن النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني والفترة اللي جاية مع كابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي اللي منورني في الاستوديو. برحب بحضرتك يا كابتن. أهلا بيك يا سارة. أهلا بحضرتك. نجم في النادي الأهلي ومسيرة رائعة مع النادي الأهلي يا كابتن، وعندنا كلام كتير قوي بقى مستنيين رأي حضرتك. الحقيقة احنا في فترة جديدة، مرحلة مهمة جدا، داخلين على أفريقيا ومباراة الوداد خلاص يوم السبت إن شاء الله 17 أكتوبر، وهي حلم الجماهير الأول. وعايزة برضه أقول لحضرتك، أبدأ معاك بموسيماني اللي مسك الأهلي فترة مهمة وحاسمة. خليني كده أسألك رأيك الأول في التعاقد مع موسيماني كمدرب للنادي الأهلي في المرحلة دي. هو بالنسبة لموسيماني، نبدأ بمجلس الإدارة ولجنة التخطيط. التعاقد مميز جدا وجه في وقت مناسب جدا، والناس كانوا شغالين يعني بخطة ثابتة على الموضوع، لأن كان في شوية حاجات كده بالنسبة لفايلر ان هو ما عندوش النيه ان هو يكمل، او وضعه او ظروفه ادى ما عليه واشتغل كويس مع النادي الاهلي لحد ما برضو كان ليه دور كبير في البطوله والنادي الاهلي كرمه، وكان حاطط في حسابه النادي الاهلي في حساباته ان ممكن هو يمشي في اي وقت، فكان لازم يجهزوا البديل والبديل الكفء. في اكتر من سيناريوهات وسيفيهات تعرض على النادي الاهلي بحكمه طبعا وبقدرات كبيره جدا فنيه عاليه، وقع الاختيار على موسيماني. من حظه كويس جدا هو ان النادي الاهلي وقع عليه الاختيار طبعا، واحنا برضو كاهلاويه حظنا كويس ان اخترنا واحد زي موسيماني. هو حابب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي قبل ما يجي النادي الاهلي، صح؟ فدي بتدينا ارتياحيه كويسه جدا للمنظومه كلها في النادي، صح؟ انه حابب يشتغل، بدليل ان اول ما اشتغل في النادي انا في وجهه نظري ان هو برضو يعني رغم ان هو لعب مباراتين بس حاسس بصماته ابتدت تظهر من الناحيه الفنيه ومن الناحيه برضو النفسيه بالنسبه للعيبه والجو بتاع النادي الاهلي. حضرتك عارفه الفتره اللي فاتت في لعيبه ما كانتش بتلعب، في ناس كانت بعيده، هو الراجل عنده خبرات كويسه فابتدى يلم الدنيا كلها بالذات في المرحله الصعبه دي. بالنسبه للكلام انه قد ايه بيحب النادي الاهلي ومدرك قيمته من قبل ما يجي، ده الحقيقه شفناه كمان، كنا في لقطه اتكلمنا عليها قبل كده يا كابتن، لما كان بيلعب قدام النادي الاهلي ونزل صور الجماهير بالموبايل. لو معانا ممكن تتعرض تاني اللقطه دي، الحقيقه جمهور الاهلي بيحبها قوي وبيشوف قد ايه انه المدرب ده فعلا مدرك قيمه النادي الاهلي من قبل ما يجي، ودي حاجه طمنت الجمهور بشكل كبير. دي هتساعدنا كتير في التعامل او في قياده النادي الاهلي الفترة المرحلة اللي جاية اللي هي صعبة جدا، وهو بصراحة يطمن عنده المقومات. بالنسبة للدوري لعب مثلا مباراتين، لعب مباراة المقاولين العرب ولعب مباراة انبي. خليني اسألك، ازاي ممكن نكون شفنا بصمات واضحة جدا لموسيماني من اول مباراتين، مع ان الناس كلها كانت بتقول انه لا مش هيبان بدري كده، بس الحقيقة خصوصا مباراة انبي يا كابتن يعني شفنا اداء رائع من الفريق ككل، وبرده بعض اللعيبه زي ما حضرتك قلت في لعيبه كانت بعيده رجعت. اكيد هو بالنسبه للمدرب بيبان من اول يوم. مش هقول ان هو مميز جدا واحسن مدرب جه النادي، لا، بس يبقى فيها حاجات واضحه، البدايات بتفرق. هو تعامل اول مباراه مع نادي المقاولين جه اتكلم بكل يعني ثقه ان يا جماعه انا مش من اول يوم اقدر ان انا اغير في تيم النادي الاهلي، بس هو من اول يوم ما خدش راحه، جه مؤتمرات صحفيه وقعد مع مجلس اداره، والراجل من جواه في مخزون شايله للنادي الاهلي، عايز يطلع كل الطاقه اللي عنده. بدا بالمقاولين، لعب مباراه كويسه جدا، مباراه تكتيكيه لفريق المقاولين من الفرق المميزه جدا في الدوري السنه دي، بدليل ترتيبهم في البطوله، عندهم عناصر كويسه ومعاهم الكابتن عماد النحاس عارف فرقه النادي الاهلي، فهو اتعامل مع المباراه بخبرته وبرضه بلعيبه النادي الاهلي التوظيف اللي هم بياخدوه قبل كده، بس حته الثقه، المدرب ممكن يقعد مع اللعيب يخليه ينزل يعمل مباراه كبيره جدا، ممكن تقعد مع لعيب او لاعبين ينزلوا وما يبقوش مركزين. فدي من ضمن الحاجات اللي هي موجوده فيه، اللي بيوصل للاعب المعلومه والحاجات الفنيه والتكتيكيه اللي نفذها في الملعب بيخليه قريب من اللعيب، يحس بيه. المباراه الثانيه البصمات واضحه اكتر، لان كان فيها ثلاث اهداف، كان فيها تغييرات في المراكز، يعني لاعب احمد فتحي ناحيه الشمال، الراجل ادى بروح وادى فنيا كويس جدا جدا وعمل اسيست. بقيه المجموعه في النادي الاهلي رغم الغيابات، لاعب مثلا اللي هو الناشئ ناحيه اليمين
عنده مرونه تكتيكيه. فلما اتعامل مع مباراه انبي الخطوط قريبه، ظهر في كان في يعني ايه وضوح اكتر من مباراه المقاولين، بدليل ان احنا احرزنا 3 اهداف والشكل الفرقه كان منظم. شايف مروان محسن ازاي في المباراه دي؟ شايف ايه الفرق؟ ليه التطور ده حصل في مستوى مروان؟ ما دي برضو من ثقه؟ لا، من بدايه الكلام المدرب قريب من النادي الاهلي ووصل للعيبه بسرعه وحاسس باللعيبه اللي هي كانت مثلا بعيد او اللي ما بيلعبش او اللي بيلعب ونفسيا ما كانش مهيئ قوي. فهو قعد مع مروان، قعد مع صالح. مروان عمل مباراه كبيره جدا، احرز 2 اهداف، كان متالق في اللقاء، ودي برضو من ضمن العوامل اللي اثرت على مروان من معامله المدرب. بيتكلموا فنيا وبيديله ارتياحيه في الملعب، ما بقاش مضغوط. مروان عنده كتير يقدمه للنادي الاهلي، بيعرف يجيب جون، محطه كويسه، بيتحرك كويس جدا. بس هي في فتره ممكن مثلا في لعيب بيلعب مع مدرب تلاقيه مضغوط، وفي لعيبه ما بتحملش ضغوطات الاعلام او السوشيال ميديا. كان في ضغوطات كبيره جدا على مروان بدليل ان برضه هو اتاثر. بس دلوقتي انا شايف الحاله اللي هو فيها المعنويه الفنيه ان شاء الله باذن الله هيبقى له دور كبير في الماتشين بتوع افريقيا. كنا يمكن بنتكلم كمان على صالح جمعه وان هو اتكلم معاه وقال له انت، انا ما يهمنيش اللي فات وما يهمنيش المدرب اللي قبلي وانا عايز اعتمد عليك، شجعه يعني بشكل كبير وماليش دعوه بالسوشيال ميديا، وان انت قدرات عاليه جدا عندك ولو يعني ركزت معايا هتبقى ليك شان تاني لي اخر. انا شايف الاجتماع ده في مفعول السحر، يعني ان هو صالح عايز اللي يخرجه الفتره اللي كان فيها. كان الثقه معدومه بين فايلر وبين صالح. صالح مقصر، فايلر مقصر، مش دي المشكله. اشتغل على دي موسيماني، ما انا اقول لحضرتك اشتغل عليها موسيماني بخبرته وراجل مدرب عالي جدا. بس فايلر ولا صالح اللي كان مقصر؟ ما بصي، ممكن يبقى فيه تقصير بيبقى من اللعيب اكتر من المدرب، لان اللعيب اللي هو يعني عنده جواه فنيات عاليه وعنده امكانيات كبيره جدا لازم يضغط على نفسه ويشتغل على نفسه جامد جدا، وصالح كده عنده امكانيات عاليه جدا ويخلي المدرب يغير وجهه نظره. فربنا بعت له المدرب ده، صح، حس بيه اشراكه في ماتش انبي، عارف ان عنده امكانيات عاليه جدا جدا في نص الملعب. وصالح من اللعيبه اللي هو مش ناقصه حاجه، مهاريا من افضل اللعيبه اللي في مصر. صح. بس المهاره لوحديها ما تكفيش، لازم يجتهد في استقرار، في التزام، في المجهود البدني يعلى اكتر من كده. فالراجل المدرب انا اتبسطت منه جدا، بدليل ان كان في اللي هو اسمه كابيلو اللي هو مخطط الاحمال، خده اشتغل معاه وهو احمد الشيخ. يعني في اهتمام بصالح النهارده، امبارح ففي اهتمام بصالح. الراجل قال له ايه، انا فنيا مفيش خلاف عليك، انسى الفتره اللي فاتت، احنا في الفتره دي دلوقتي. صح. هيقدم مردود كويس، هيلاقي نفسه موجود في الفرقه. صح. ويبقى ليه دور كبير الفتره اللي جايه. فدي الكره دلوقتي في ملعب صالح. ان شاء الله يجتهد ويشد حلو، وربنا بعت له مدرب يعني ممكن يكون هيبقى قريب منه. احنا حسينا يعني. هل شايف ان موسيماني قادر ان هو يحقق حلم الاهلاويه بالحصول على دوري ابطال افريقيا؟ هو بصراحه احنا عندنا طبعا ثقه وعندنا امل كبير في ربنا ثم في المدير الفني وفي لعيبه النادي الاهلي. هو عنده المقومات ان شاء الله باذن الله اللي يقدر يتغلب على الوداد في المباراتين. عنده يعني ايه مخزون كبير سابقا مع سان داونز، حقق اكتر من 10 بطولات. وعنده خبرات في البطولات الافريقيه، عنده مشاركات كبيره ضد الفرق شمال افريقيا، وتعامل معاهم في مباريات مهمه جدا ونهائيات، وكان بيتفوق في اغلبها. فالحته دي موجوده عنده، هيساعده على كده تيم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في افريقيا، شخصيه النادي الاهلي. ما برضو العوامل المحيطه بيه طبعا هتساعده. وهو كمان عنده فكر وعنده امكانيات كويسه جدا جدا، فدي بتبقى كويسه في صالح الاثنين، صالح فرقه النادي الاهلي وصالح المدرب. ممكن يكون عالي جدا والفرقه ما تساعدوش. لا، الحمد لله فرقه النادي الاهلي تساعد اي مدرب، بدليل ان هي شفتي فتره فايلر خد اسم النادي الاهلي طبعاً. وخد دوري علي في السي في بتاعه. اي مدرب بيدرب النادي الاهلي بيبقى له سي في تاني خالص. خليني بس اسالك يا كابتن على مباراه بيراميدز بكره، مباراه مهمه جدا واخر مباراه قبل ماتش الوداد، وهل ممكن نقول ان هي بروفا اخيره لمباراه الوداد، بروفا الحقيقيه لمباراه الوداد؟ هو اكيد انا متفق مع حضرتك ان ممكن تكون بروفا اخيره من كل النواحي. بيراميدز فريق قوي جدا. اللعب مع بيراميدز هيفيدنا ان ممكن ينفذ حاجه معينه يأديها قدام الوداد، ياخد المباراه بجديه، لان فريق بيراميدز مش قليل. والنادي الاهلي
من اول فرقه للتاني او لغايه اخر فريق، الاهلي بيهتم بكل المباريات. بس دي جايه في ظرف زي ما بيقولوا ظرف طارئ، ان عندنا مباراه مصيريه، مباراتين مع الوداد. فالمباراه دي هم في ناس تقول لك ايه دي مباراه التتويج، هنتوج بالبطوله. احنا متوجين الحمد لله من قبل 5 6 اسابيع طبعا، وبفرق النقاط عن صاحب المركز الثاني لسه ما نعرفش مين هو على الارض في الملعب. بكره هيتحدد لسه ما اتحددش. فالاهلي الحمد لله يعني زي ما بتقول ايه واقف على ارض صلبه. المباراه دي مهمه جدا. طيب. انا بسمع يقول لك ايه ده ممكن يلعب بالصف الثاني، ده ممكن ما يهتمش بالمباراه. احنا عايزين بقى نتكلم في ده بالتحديد ونتكلم فنيا عن مباراه بيراميدز والاهلي بكره، بس بعد الفاصل يا كابتن. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني كابتن صديق الجمال، وكلام كتير قوي على النادي الاهلي في الفتره الحاليه والمرحله اللي جايه ان شاء الله. يا كابتن كنا بنتكلم يمكن قبل الفاصل على فكره انه قد ايه مباراه بيراميدز مباراه مهمه جدا، وكنا بنقول ان هي بروفه قويه لمباراه الوداد. كنت عايزه اسالك ايه اهم المكاسب اللي المفروض نطلع بيها من مباراه بكره، وكمان شايف انه المفروض موسيماني يلعب بالاساسيين ولا يدفع اللعيبه الناشئين في مباراه بكره؟ بالنسبه للنادي الاهلي مباراه بيراميدز، الاهلي يعني ايه حقق السنه دي كل اهدافه بالنسبه لبطوله الدوري، من جمع نقاط، من تسجيل اهداف، عامل حاله السنه دي وبعيد عن الفرقه الثانيه خالص. فبالنسبه للمباراه دي خلاص بقى يفصل بين اللي حققه ده كله. عنده المدرب عنده رؤيه للمباراه اللي هي بتاعه الوداد، هيحدد على ضوءها المباراه دي هتلعب ازاي. انا النادي الاهلي ما بيحبش يفرط في اي بنت او يفرط في اي حاجه، بدليل لعب مباريات كتير قبل كده كان الفرق اللي قدامه هتنزل درجه ثانيه، والاهلي لعب وكسب ونزل فرقه درجه ثانيه في التسعينات مع المولين العرب. فالاهلي بيفصل المباراه كلها زي بعض. المباراه بتاعه البيراميدز انا شايف الاهلي هيلعب بتشكيل اللي هو المعتاد اللي بيلعب بيه، سواء الناس اللي هم اللي كانوا اللي بعيد ممكن يخش عنصر او عنصرين زي صالح مثلا، الناس الكهرباء، حسين الشحات، الناس اللي كانت بعيد ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه لاصابه، اللي ما كانش فيه اكثر جهوزيه الفتره اللي فاتت. فانا متهيألي المدير الفني هياخد المباراه دي بجديه، ان زي ما حضرتك تفضلتي قبل كده مش هيفرط ان هو يجي يقول لك العب بلعيبه ما كانتش بتلعب، زي ما حضرتك انت عارفه الشارع الرياضي في مصر يقول لك ايه ممكن زي ما تفضلتي يجرب يلعب ناشئين. لا مش النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب الناس اللي هي المفروض هتلعب عشان يستفيد من البروفه الاخيره. بس انا بقول الاهلي عمره ما يشرك لاعب يكون بيشتكي من اصابه او شايف ان هو خايف عليه عشان المباراه اللي جايه، لان خلاص هو برده في نفس الوقت المدير الفني ليه حسابات تانية. خلاص الاهلي حقق كل الاهداف، يعني ايه مش الماتش ده اللي هيجيب بطوله الدوري. فلو في متغيرات بالنسبه للمدير الفني هتبقى لصالح الفريق. مباراه صعبه بيراميدز؟ اكيد مباراه صعبه. البيراميدز عايز ياخد المركز الثاني طبعا، وعشان يلعب في دوري الابطال. بس انا شايف على ما اعتقد لو خد الكونفدراليه هيلعب في دوري الابطال. ده وجهه نظري، انا عندي المعلومه دي. بس بالنسبه للدوري بتاعنا هياخد المركز الثاني، هتفرق معاه. طيب. عشان يشارك في دوري الابطال. ايه رايك بقى في الكلام اللي بيتقال انه الاهلي يسيب الماتش لبيراميدز عشان الزمالك ما ياخدش المركز الثاني؟ رايك؟ لا طبعا انا مش مع المقوله دي، لان مش النادي الاهلي اللي يعمل كده. على مدار التاريخ عمر الاهلي ما لا يسيب لحد ولا يفرط في اي بنت لحد على حساب حد. الاهلي زي ما قلنا مع المقاولين، حضرتك زي ما قلت المقاولين في التسعينات، وكسبنا المقاولين بهدف محمد رمضان، والمقاولين نزل كان اخر مباراه قعد السكه الحديد في الدوري، المقاولين هو اللي نزل. فالاهلي ما عندوش الحته دي، الاهلي ثم الاهلي رقم واحد. والنادي بحجم نادي الاهلي بجماهيره الكبيره دي جدا جدا ما بيقدرش يفرط في البونت او في التعادل. يبقى يسيب مباراه يراضي فريق على حساب فريق، الفرقتين ليهم كل التقدير والاحترام. لو بيلعب الزمالك هيلعب عشان يكسب الزمالك، بيلعب بيراميدز هيلعب عشان يكسب بيراميدز. فالمقوله دي ممكن بتتداول في الوسط الرياضي، بس ايه في السوشيال ميديا
او كده بس يبقى فرقعه يعني وكده، بس انا ما اعتقدش ان يحصل كده. اكيد لا، عمره ما يحصل كده من جانب النادي الاهلي. ولكن الكلام كتير قوي في الموضوع ده سوشيال ميديا، فكان لازم اخد راي حضرتك، لانه لا يمكن اي حد في النادي الاهلي يسمح بحاجه زي دي، او اساسا يبقى في تفكيرنا مين او يشغلنا مين هيكون المركز الثاني. احنا حسبنا الدوري واحنا المركز الاول وده اللي يهمنا. مظبوط. في غيابات كتير قوي في خط الدفاع في النادي الاهلي، شايف ازاي ممكن نقدر نتغلب على المشكله دي الفتره اللي جايه؟ هو الغيابات دي بقى بتبقى ايه؟ زي ما بيقولوا بتاعت ربنا يعني. نسبه اصابات بعدد كبير، بدايه من ساعه سمير ايمن اشرف يتصاب ويخش، اسمه ايه الثاني اللي جنبه رامي ربيعه يعني بيتصاب ويخش، ياسر ابراهيم يتصاب ويخش. الحته دي حساسه جدا، لان من اصعب الاماكن اللي بتبقى في الفرق او في المباريات اللي هي قلب الدفاع، بيبقى عليهم حمل كبير جدا سواء الناحيه الدفاعيه او في بناء الهجمات، فيبقى في احتكاكات كتير. وفي واحد ليه يعني بيعمل كوره عاديه جدا تلاقيه ممكن رجله تلف منه، يحصل له ركبته، واحد انكر رجليه، واحد وتر، واحد ضمه. فطبعا الله يكون في عون النادي الاهلي، الراجل اول ما جه موسيماني شاف اصابتين قال لك مستشفى النادي الاهلي. مستشفى النادي الاهلي. فطبعا الحمد لله النادي الاهلي متماسك، والفتره اللي فاتت دي كلها اي حد بيخش بيأدي دوره في المكان ده. الحمد لله عندنا برضو مرونه تكتيكيه لبعض اللعيبه، زي احمد فتحي ممكن يلعب سيرد باك، صح، زي محمد هاني يلعب سيرد باك. فالمرونه دي بتفرق مع المدير الفني، ان بتحل لك ازمات. ممكن ولد من الصغيرين دول ممكن يلعب سيرد باك، في حمدي فتحي لعب سيرد باك، عنده برضو كوره كويسه وبيقطع وبيسلم. بس الحمد لله ان الناس دي متواجده ويقدروا بيلعبوا في اكتر من مركز. لو مفيش بدايل، صح، الاهلي يعمل ايه؟ هتبقى مشكله كبيره جدا جدا. وبعدين احنا بالذات اللاعبتنا اللي في الحته دي بتتصاب، احنا بقينا كل ماتش حاطين ايدينا على قلبنا برضو يا كابتن، خايفين نطلع باصابه من الماتش. كفايه اخرها كانت الشناوي، والحقيقه كانت يعني حاجة توجع قوي يعني. شوف حضرتك الشناوي واصابه لوحده كده، بس الحمد لله برضو هو عنده خبرات طبعا، ويعني ما شاء الله يعني عدد مباريات كبيره ومنتخب، فيقدر يفصل برضه. اول ما حس بحاجه راح رفع ايده وكده عشان ايه الاصابه ما تزيدش عليه. وده من ضمن الاعمده الاساسيه اللي موجوده في النادي الاهلي، يعني نمسك الخشب ان شاء الله يبقى ليه دور في المباريات اللي جايه بالذات بتوع الوداد. فانا بتمنى الاصابات تخف شويه عن النادي الاهلي، وبالذات في الحته اللي في القلب دي. طيب شايف ازاي حظوظ النادي الاهلي قدام الوداد في مباراه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا؟ هي مباراة الوداد مباراة مهمة جدا، الأولانية طبعا، المباراتين دول يعني مباراة مصيرية، الأولى والثانية. في الماتش الأولاني هيفرق معانا جامد جدا. النادي الأهلي طبعا عنده خبرات كبيرة وبيقدر يتعامل بره ملعبه وبيقدر يتعامل في ملعبه، وأكيد المدرب حاطط استراتيجية للمباراتين بالذات الماتش اللي هناك، لأن هيفرق معانا جامد جدا. فإن شاء الله الناس المصابين يكون رجعوا، هيلعب بالتشكيل اللي هو مناسب للمباراه، لان المباراه ابقى على الورق 50-50 زي ما احنا بنتكلم برضو في الاعلام المغربي وفرقه الوداد والصحافه والاجهزه الفنيه، يقول لك 50-50 يعني 50 في المغرب و50 في القاهره. طب ازاي بالنسبة ممكن يعني نعبر اللقاء ده كده بنتيجه ايجابيه؟ يعني مين مثلا يعني وجهه نظر حضرتك الكي بلايرز اللي يعتمد عليهم النادي الاهلي، مفاتيح لعب النادي الاهلي في مباراه زي مباراه الوداد، مين لعيبه حاطط عليها امل كبير؟ اكيد عندنا عناصر مميزه جدا سواء في حراسه المرمى سواء في خط الظهر، بس في ناس بتبقى مؤثره جدا في الثلث الاخراني. يعني مروان الحمد لله رجع لحاله كويسه، ابتدى يسجل، برضه هيبقى ليه دور كبير جدا، وان شاء الله لو كويس في اليوم ده هيفرق معانا في المباراه بره، وعايزه جهد كبير، عايزه بدني، وعايزه مهاره عاليه جدا. ان المهاره دي بتفرق معاك تخلصي في فروقات فرديه عند بعض اللعيبه، في اوراق رابحه، وان شاء الله باذن الله يكونوا في اليوم ده فورم عاليه، زي حسين الشحات في الثلث الاخراني، زي كهربا. عايز اعرف رايك فعلا في كهربا الفتره دي. هنيجي لحضرتك طبعا المستوى الفني الكهربا، بس بقول لك على بقيه العناصر عشان ما انساش حد. في عندنا وليد سليمان قوه ضربه، لما يكون برضو سواء بينزل طبعاً يغير نتيجه لقاء سواء بادئ من الاول. في اجاي ابتدى برضو يعود لحالته. انا شايف ان الفتره اللي جه فيها المدير الفني هيوظف اللعيبه في اماكنها وكل حاجه، بس هيديهم باور، هيديهم معنويات عاليه جدا جدا، وهم حاسين باهميه اللقاء. فان شاء الله الجزء اللي فوق
عندك باجي طبعا، في عمرو السوليه ان شاء الله برضو في نص الملعب، يانج، الناس دي كلها هتبقى مؤثره وليها دور كبير مع تيم النادي الاهلي في المباراه اللي هناك وبرضو في مباراه العوده. بس المباراه اللي هناك ليها حسابات خاصه عند المدرب طبعا في الملعب تكتيكيا، مش هيلعب زي ما بيلعب في ملعبنا، هيبقى ليها حسابات ثانيه وليها تكتيك معين، وان شاء الله احنا باذن الله بنتمنى ان تكون ايجابيه بالنسبه لهنا عشان تسهل لقاء العوده. بالنسبه للكهرباء، بالنسبه للكهرباء، الكهرباء فنيا يعني من اللعيبه العاليه جدا جدا، لما يكون مركز في الملعب هيفرق مع النادي الاهلي. كهرباء عنده مهاره عاليه، بيروح بيجيب جون، بيعمل اسيست، بيبقى بياخد الكره من تحت، عنده انطلاقات كويسه جدا جدا وبنيانه قوي. لما يكون جاهز ومركز في التمارين ومركز في المباريات، من ضمن الاوراق الرابحه الواحد يطمن ان هي بتبقى فرقه النادي الاهلي. وبعدين في ميزه كويسه جدا، بيلعب الوان تاتش، يعني عمل الماتش اللي فات عمل في كره جايه وهو ظهره مش عارفش يانج ولا كان اجايه، راح لمسها قدام فراد، بيلعب من الوان تاتش كويس جدا جدا وعنده امكانيات عاليه، فدي ان شاء الله يستغلها نستفيد بيها كنادي الاهلي ويطلع كل الامكانيات اللي عنده ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. ونتمنى الحقيقه تكون كل اللعيبه في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا قبل ماتش الوداد. كنت بقول لحضرتك برضو كويس انه مباراه الوداد هتكون من غير جمهور هناك، لان جمهور شمال افريقيا وجمهور المغرب صعب جدا. نقطه مهمه جدا، برافو عليك. في المغرب بالملعب بيتملي، وبالذات فرقه الوداد والرجاء طبعا وصلوا للنهائيات، المباراه بتاعتهم الملعب بيبقى مليان على الاخر. يعني شفت ماتش مره كان الوداد والزمالك، ملعب ما فيش مكان فعلا، وبعدين الجمهور بيدي باور، بيدي دفعه كبيره جدا جدا للفرقه دي في ملعبها. شوف انت لما بنلعب في مصر وما فيش، ربنا ان شاء الله ما ترجعش تاني كورونا، جماهير النادي الاهلي فيها مفعول السحر بالنسبه لتيم النادي الاهلي، هي رقم واحد. شوفي موسيماني لما جه هنا اول مره انبهر بعمال يصور في الجماهير في المدرجات، منظر يعني يخلي اي حد يتحرك. فالحته اللي هناك بس هي برضو علينا وعليهم، هم هيبقوا برضو في ارتياحيه ليهم لما احنا نلعبهم هنا من غير جمهور، احنا هنبقى في ارتياحيه يعني هناك برضو ان مفيش جمهور. فالمباراه دي بتاعت اللعيبه، الجمهور ملوش دور الا على السوشيال ميديا وبالدعاء اصلا طبعا. كلنا بندعي طبعا، تسعى يا اهلي بس ان شاء الله. خليني بقى اقول لحضرتك فكره اصلا مباراه الذهاب والاياب، او ان نظام البطوله خلاص ذهاب واياب، شايفه في مصلحه النادي الاهلي؟ هو حته المباراتين برضو كويسه جدا، بتدي افانتاج للنادي الاهلي والفرق المشاركه. لان الاول ساعه لما جت الكورونا قالوا هنلعب النهائي مباراه واحده، دي سلاح ذو حدين، يعني عامله زي الملاكمه كده، يعني اللي يخلص يخلص المباراه، ما بتديش فرصه ان حد يلم نفسه. المباراتين بتدي فرصه كبيره جدا، لا قدر الله اي حد بيتعثر في المباراه الاولانيه بيبقى عنده افانتاج في المباراه الثانيه، ان هو يحاول يعني يشتغل على نفسه الست ايام او سبع ايام للمباراه الثانيه، بيحاول يعوض، بفي فرصه للتعويض. انما حته المباراه واحده كانت مشكله جدا جدا، فانا شايف ان هي جت في صالح الاربع فرق اللي موجودين، اللي هم وصلوا الرجاء والزمالك والنادي الاهلي والوداد. فدي كويسه جدا الاتحاد الافريقي حط المباراتين كده. من وجهه نظرك ايه افضل تشكيل ممكن يلعب بيه موسيماني بكره في مباراه بيراميدز، واللي هي بنقول قد ايه مهمه جدا لانها اخر مباراه قبل ماتش الوداد؟ انا قلت لحضرتك هيلعب الناس اللي هي ما فيش حد بيشتكي من اي اصابه، الناس اللي هي عايز تلعب عشان برضو تعلى معاه، لو في فرصه كويسه لصالح بكره هتفرق معاه لو اشركه حتى لو 45 دقيقه. لو مكانه يا كابتن هتعمل التشكيل ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، ما انت تاخد التشكيل من كلامي، لان انا هحط فرقه مش عايز تقول اسامي. لا اقول اسامي. خط الظهر اللي كان موجود المباراه اللي فاتت هو اللي هيلعب. تمام. اي حد بيشتكي من حاجه، يعني ايمن اشرف مثلا اشتكى بيطلع مفيش مشكله. الناس اللي بتلعب زي حمدي فتحي مثلا والناس اللي موجوده هيكملوا المباراه. بتكلم على نص الملعب هم اللي بيلعبوا. الطرفين طبعا ان شاء الله باذن الله احنا محتاجين علي معلول، انا محتاجه في المباراه بتاعت الوداد اللي هو جاي مع المنتخب ولعب مباراه كويسه وسجل هدف مع السودان فعلا، وان شاء الله يجي لنا جاهز، يعني هيفرق معانا الماتش ده. محمد هاني موجود، السوليه موجود في نص الملعب، يانج موجود، ممكن وليد ياخد من الاول، وليد سليمان، ممكن صالح ياخد 40 دقيقة 45 دقيقة حسب رؤية المدير الفني. كهربا بيشتغل برضو،
حسين ابتدى يرجع للفورمه بتاعته من بعد ما عمل العمليه، لان كان محتاج مباريات كتير. فممكن ماتش بكره ده هيجهز بعض الناس، الناس خط اللاين فيرويت، مروان او بادجي او جايه برضو هيبقوا موجودين، بحيث ان احنا برضو ايه نحافظ عليهم، وفي نفس الوقت اسم النادي الاهلي الكبير ما يتهزش. لا قدر الله ما ناخدهاش بجديه برضو، ممكن يحصل حاجه عكسيه تاثر علينا كجماهير النادي الاهلي وكتيم النادي الاهلي. فانا متاكد ان هو في توازن برضه هيبقى في التشكيل وفي التعامل مع المباراه، بس ان شاء الله باذن الله ان احنا نكسب بكره ونخش على ماتش الوداد واحنا فايقين باذن الله. باذن الله يا كابتن، شايف ازاي بطوله كاس مصر الموسم ده سريعا؟ الكاس طبعا هو جاي كده ايه زي تكاوي يعني، زي حاجه بقى سريعه في وسط الكورونا والحاجات دي، كان وقف شويه وبعدين اتلعب شويه. هم كلها وكاس بيبقى ضعيف غير الدوري، ثلاث اربع ماتشات تلاقي نفسك في النهائي، ممكن تاخدي بطوله الكاس. هي البطوله بتبقى ايه زي ما بقول يعني كويسه وكل حاجه بتتضاف في مش زي الدوري طبعا. لا الدوري انت بتلعب عدد مباريات كبير جدا جدا، واللي بياخد الدوري كل الفرق كل الفرق ذهاب واياب، والشخصيه بتاعت الفريق اللي هو البطل بتبان في الدوري، بيتعثر في ماتش، تعثر في ماتشين، عنده 20 مباراه عشان كده الاهلي بطل الدوري 30 مباراه الاهلي يعني ايه متمرس في حصد البطولات بسم الله ما شاء الله يعني. والدوري بالذات بطوله غاليه على جميع النادي الاهلي طبعا، لما بياخدهاش بيحس ان في حاجه مش مظبوطه. فالاهلي بيرضي جماهيره على طول، وجماهير الاهلي بتبقى مبسوطه جدا بالبطوله دي. بطوله الكاس يعني فيها طبعا توفيق بقى لان عدد المباريات قليل، ممكن فرقه الحظ بيلعب دور شويه في بطوله الكاس بالظبط، لان ممكن فرقه درجة تانية تاخد الكاس، بس صعب درجة تانية أو فريق من الثلاثة اللي طلعوا ياخد بطولة دوري. صح، ما عندوش المقومات. إنما الكاس البطولة ضعيفة، إن أي يعني ممكن فريق مش متصنف أو مثلا فريق في الممتاز نزل درجة تانية، ممكن هو نزل المقاولين قبل كده كان في الدرجة التانية خد الكاس وخد كان في ماتش السوبر خده. طيب كابتن عايز اعرف منك سريعا كده، مين اللعيبه اللي لفتت نظرك الموسم ده وشايفها تستحق ان هي تنضم للمنتخب الفتره اللي جايه؟ هو في لعيبه كتير السنه دي، بس حته الترشيحات او انا اقول ياخد ده او ما ياخدش ده، كابتن حسام انا شفته كان عامل مقابله على التلفزيون، يمكن في لعيب مثلا انا عارف ان لعيب كويس جدا جدا هو ما خدوش، فانا ما بحبش اقول اسماء، بس الدوري دي وجهه نظرك يا كابتن. لا الدوري يعني الدوري برز وفرز لعيبه كتير في كل الانديه، الاختيارات او الرؤيه الفنيه للعيب اللي هو يضم المنتخب دي بتبقى بتاعت الكابتن حسام ومعاه الجهاز الفني المعاون، لان في لعيبه ممكن تنضم، بس هو بيحاول ياخد اللعيبه اللي عندها مشاركات كتير قبل كده في البطولات والتصفيات. احنا عندنا مباريات مهمه جدا، واحنا تعثرنا في البطوله اللي احنا فيها دي بتعادلين في الاول، فدول عملوا ضغط على الكابتن حسام. بس في لعيبه مبشره برضو في الانديه كلها اكيد الاختيارات ان شاء الله تكون موفقه فيها، وبنتمنى ان احنا نشوف طبعا المنتخب في افضل شكل ممكن يا كابتن. كابتن صديق جمال بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك، انا بشكر حضرتك وتسعيد جدا ان انا موجود معاك. احنا اسعد طبعا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره مباراه الاهلي وبيراميدز اخر مباراه قبل ماتش الوداد، بنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، ونشوف حضراتكم بالف خير بعد بكره ان شاء الله في برنامج استاد اسمي.